Do you know why God made the sky so high? No. So that the little birdies don't bump their head on it when they're flying around. Hey, what's up? أول إشي بدي أحكي thank you لكل حدا حضر الحلقة الماضية، مع إنه كانت بس إنترو، بس إنه ألف حدا حضرها، لا أكشن 236، بس المهم thank you كلياتكم، 22 سبسكرايبر، 236 فيو، و 10 فولوور صار على الإنستغرام. That is awesome people. هذا أول إشي بدي أحكي. تاني إشي بدي أحكي، حسبت طلعت غلط، طلعوا مش 100 نقطة، انه شت مش عارف اودي ويجي فين، طلعوا 90 نقطة. فاللي حنعمله انه حنكمل على 90 نقطة. اليوم حنبلش ب The Irishman. Hope you enjoy this episode people. أول شيء حأحكي عن القصة. القصة هي عبارة عن قصة واحد اسمه فرانك شيرن وعلاقته بالمافيا الأمريكية، وخاصة عائلة بافلينو، وعلاقته بشخص اسمه جيمي هوفا. لأن الشخصيات كليات اللي أنا عم بحكيكم عنها هلا شخصيات حقيقية موجودة، you can google them all و you can check their stories. جيمي هوفا هو حد اختفى فجأة، no one knows how. ففرانك شيرن عم بحكي زي قصة حياته، عم بحكي علاقته باختفاء جيمي هوفا. it's good, it's really good. وهو هي مأخوذة من كتاب لشخص اسمه تشارلز براندت، والكتاب اسمه I heard you paint houses. You can check the book also if you want. وفكرة انه هو عم بيحكي عن حدا مختفي وما حدا بيعرف كيف اختفى، هاي شغلة بتجذب الحدا كمشاهد انه بيعرف طب كيف اختفى. هلأ بناء القصة كان حلو، بسحبك، بخليك تحضر، يعني خليك بدك تكمل هذا الاشي اللي انت عم تحضره. بس مشكلة انه الفيلم لالله طويل، 3 ساعات ونص، يعني بيسكلي هو مسلسل. وفي طريقة عن جد حتى تقسمه كمسلسل، حنشرها على الانستغرام so you can check it. هذا خلت الفيلم كتير ممطوط خلينا نحكي، وكتير ممل. فهاي شوي يعني خلتني امل في بعض الاجزاء في المسلسل. سي يو جيت ذا ايديا، انه طويل. بليز بليز 3 ساعات ونص تحضر اشي، اذا كان اشي سينما يعني بتموت بالنص، في ناس بتموت وبتعيش وانت بتحضر ام الاشي مشان الله. بس كفيلم كقصة، قصة صراحة بتجذب، يعني حلوة جدا. أعطيت القصة بسبب انه طويل 7 من 10. وبالنسبة للنص برضو نفس المشكلة صراحة، زي فكرة القصة كان كتير طويل. عشان هلأ هو النص مقسم بطريقة صح، يعني زي ما هو مقسم النص العادي وزي ما مفروض انكتب النص. وانا بحب سكورسيزي عشان هاي الشغلة صراحة، لانه يعني بيشتغل in a rule، يعني he built the rules for fucking god sake، he built the rules وبيشتغل عليهم.
بس زي ما حكيت نفس المشكلة، كثير طويل كثير طويل كثير طويل، فصار في حشو كلام حشو كلام كثير، صار في كلام ما إله داعي. في كلام كثير حلو انحكى يعني صراحة، في 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 حكي كثير حلو، اي ثينك بالكتس حطيت كم من كلام موجود بالفيلم ذات ار، بس صار في حشو حكي كثير. هذا الاشي ضايقني. فالنص اخذ 5/10. طبعا النص هو مكتوب من ستيفن زيليان اللي كتب اشياء بتجنن، عن جد بتجنن. حترك لينك تحت، لينك اي ام دي بي، يو كان تشيك كل اشي كتبه. هي از اميزنج. قررت اكمل البدله فور ذا سيك على الاشي اللي انا هحكي فيه هلا، حاكي عن الكاستنج. او ماي جاد دود، لما يكون عندك ثلاثه زي بيتشي، اي هوب اني حكيت اسمه صح، و دينيرو والباتشينو كاسماء بفيلم ومحطوطين في اماكن زي هاي، فانت مش بس عملت الصح بالكاستنج، انت عملت يعني البرفكشن بالكاستنج. ايش 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 This was perfect. صراحة احسن ثلاث اختيارات لهدول الشخصيات. واو كاستنج 5 out of 5. بالنسبة للتصوير فكان صراحة خرافي، يعني مش طبيعي صراحة، لأنه أول إشي كان عندنا رودريجو برياتو اللي ماسك كتيبة التصوير. أنا حترك لينك بالدسكريبشن، أنا طلعت من الفريم، حترك لينك بالدسكريبشن عشان أحكي يورجيكم قديش البني آدم سفاح ووريكم إبداعاته. هاي واحد. اثنين، I mean it's a Scorsese film. He is freaking amazing. بس في عندي مشكلة مع سكورسيزي، حكيتها قبل شوي. بني آدم هو حط الرولز فهو ما بطلع عنها، فتصوير ما بوصل لتسعة وعشرة لأنه ما بياخد أفكار تصوير غريبة وبرا الصندوق، خلص عنده قانون وبيمشي عليه. بس يعني لما يمشي عليه بيمشي عليه كثير صح، بيمشي عليه كثير حلو. فيعني عمل شطات مش طبيعية، زي واحد We are the biggest and best and most honest. او او صراحة التصوير كان بجنن. 8/10. بالنسبة للتمثيل صراحة كان عندنا ثلاث أساتذة بالفيلم، كان عندنا دينيرو بيتشي والباتشينو زي ما حكيت قبل. بس اللي صار كالآتي، إنه كالآتي خولي شيء اللي صار كالآتي، إنه صار عندنا أستاذ واحد فعليا. الباتشينو غطى كل حدا. He was amazing. He was perfect. يعني دينيرو بيتشي كنت كثير متوقع منهم احسن من هيك، يعني ما تفهموني غلط، هلا كل حدا حيقلب علي، كل حدا حيقول لي ايه وما عرضك وايش بتعمل ويا زلمه ودينيرو وبيتشي معلم. انا مش قصدي هيك، ابدعوا الشباب 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 يعني ابدعوا. بس انا كنت كثير متوقع احسن من دينيرو بيتشي، I mean it's دينيرو بيتشي come on.
يعني أو بجوز يعني ما تخطوش بكلامي يعني. الباتشينو كان وجوده جدا قوي إنه قطع عليهم الاثنين صراحة، بس إنه الباتشينو what he did was إنه واو، إنه ذكرني بالباتشينو خاصة إنه صار لفترة ما عم بعمل أكم من فيلم، الأفلام تبعون اللي هم إنه بجيب لي مصاري وخلاص، بس بهذا الفيلم يعني إنه بس مش بس جيب لي مصاري، he did some shit man, he did some shit صراحة. تمثيل عشان وجود الباتشينو 8/10. بالنسبة للميوزك صراحة بعد الباتشينو كان أحسن إشي بالفيلم، كان إبداع بكل معنى الكلمة. إذا في أي إشي بهذا الفيلم بدخلك بالأتموسفير تبع الفيلم فهو كان الميوزك. الميوزك معمولة من روبي روبرتسون، it was amazing, I loved it. كل سين كان محطوط له الميوزك اللي محتاجها والميوزك الصح، والميوزك نفسها كأتموسفير بتحسها هيك بتنتقل بين الإيطاليان مافيا على الأمريكان موبستر شت، فإنه بتحس حالك داخل بين التنين يعني مش طبيعي. كان إشي رائع عن جد عن جد عن جد، كان إشي بيجنن الميوزك يعني. تاني أحلى إشي كان بالنسبة إلي بهذا الفيلم 10 out of 10. بالنسبة لألوان الفيلم صراحة يعني أنا بالنسبة إلي كانت هي صراحة الألوان كانت كتير بسيطة، وكانت يعني low contrast أغلبها، يعني إنه أغلبها أقرب للرمادي عشان يدخلك بجو الموبستر وجو إنه أمريكا في أيام السبعينات وأيام في هذيك الفترة يعني، عشان يعطيك هذاك الجو. هلا حلو جميل ما اختلفنا، بس بفترات خلتني أحس بشوية ملل يعني، خلت الألوان تصير كتير، خلت عيني تصير إنه تتضايق شوي إنه تحكي أو تزهق خلينا نحكي. فصراحة الألوان 7/10 لأنه في نقطة للألوان. أنا فاهم أنت وين رايح، بس يعني لو شوي أكتر، لو شوي عليت الكونتراست شوي بس صح، كان ممكن تحسن. هم قلل الكونتراست لسبب معين بحكيكوا إياه بالفقرة اللي بعد هاي، أو اللي بعد هاي actually بالسي جي آي بحكيكم إياه بالضبط ليش قللوا الكونتراست. بالنسبة لي المونتاج كان كأص فيديوهات، أنا حكي بحزن بهذا الجزء، بلحط الميوزك ورا إديتر. مع مين عم بحكي أنا الإديتر what the fuck، بل حط الميوزك ورا اديتر دون اوكي ما عليكم ما عليكم انفصام. المهم حكي بحزن انا بهاي الفقرة، لانه انا توقعت بفيلم اديتنج او بفيلم برودكشن نتفليكس ودايركتنج سكورسيزي يكون عنا editing سفاح، بس صراحة الكاتينج كان جدا سيء، يعني كان سين ورا سين ورا سين، ما كنت تحس انه في نقلة حلوة بالسينز بين بعض، وفي جزء كنت انا اضيع انه ايش، طب انا كيف صرت هون، ليه انا هون هلا. هذا الاشي عم بصير لانه صراحة الكاتينج كان سيء،
اوكي ميوزك وايز او ساوند ميكسينج وايز ات واز فاين. خلينا نحكي عن الايديتنج تيم كامل كبوست برودكشن. ساوند ميكسينج واز اميزنج، ات واز هيل اوف اميزنج، مش بس اميزنج بس كاتينج واز او ماي جاد بروك ماي هارت. يعني ليه خلص وقف الموسيقى الهور بليز. خلينا نحكي جد، ليش حرام عليك فيلم دافع عليه هالقد ضيع عليه كل هذا، ضيعوا بالإديتنج ضيع النقاط. إديتنج أعطيته 4/10، الأربعة أخذهم ساوند ميكسينج يعني بس. بالنسبة للسي جي آي، هلا هو كفيلم ما بحتاج كتير سي جي آي، يعني بحتاج لوقت الطخ وقت هاي الأشياء، يعني بالآخر فيلم مافيا وموبز وهيك أشياء، ف يعني it's cool. بس سمعت شغلة وهاي عشان هيك أحكي لكم ليش استعمل low contrast maybe إنه هلا لأنه في عندك الكاركترز، أنت بتعرف دينيرو والباتشينو بيتشي هلا يعني بالسبعينات تقريبا اي ثينك او بالثمانينات، فشو اسمه، فهم كانوا محتاجينهم بعمرهم بالاربعينات والخمسينات، فسمعت انهم استعملوا زي تقنيه سي جي اي او تقنيه على الكمبيوتر حتى يقللوا اعمارهم، حتى او يبينوا اعمارهم هم صغار، يبينوهم اشكالهم هم صغار. فهذا الاشي اذا جد that's cool that's super cool، فيمكن عملوا اللو كونتراست عشان تبين الملامح، للملامح تصير تبين هيك زي شيدي شوي والوانها هيك خفيفة، فيمكن استعملوا اللو كونتراست عشان انه تدخل مع الفيلم كاملة، ممكن هذا الاشي. بس اذا كان يعني بس اذا كان سي جي اي عن جد استعملوا هذا الاشي فهذا اشي لالله صفاه يعني. ناصر امين برينز مان برينز. ف سي جي اي اخذ 3/5. هلا بنوصل لاخر جزء بالفيلم واللي هو اهم جزء بالفيلم، The Directing مستر سكورسيزي. I love you man, I love you والله من جوا قلبي. البني آدم هاد لازم هيك تفتحوا IMDb أو تفتحوا ويكيبيديا whatever، تشوفوا كل إشي عمله بحياته وتحضروا كل شيء عمله بحياته، لأنه سكورسيزي هو من يعني كيف بدي أحكي لكم إياها، هو مدرسة عن جد يعني. أنا أعشق سكورسيزي، الفيجنري تبعه بهذا الفيلم كانت رائعة. I love انه جاب اشي من تاكسي درايفر بالعقل بهذا السين، وفي مشهد بيكون الشخصية فيه مشوش شوي ومو عارف شو بدها تعمل فجاب هذا المشهد. Oh my god man, Scorsese is a god. Thank you Scorsese for being such an amazing director for giving us this work of art all of your films صراحة. طبعا الدايركتينج بشكل عام، الفيجن تبع مستر سكورسيزي 9/10. آخر إشي، الفيلم The Irishman أخذ معنا اليوم درام رول بليز هاير 66/90. I really recommend the film. I hope you enjoy it.
حنزل اشي على الانستغرام عشان الناس ما تزاقوا وهي بتحضروا، لاني انا حضرته مرة واحدة صراحة وانتمت على هذا الموضوع. كان لازم اقسمه زي صورة كمسلسل، بجوز كان احسن، او كان يمكن لازم انقي اشي تاني كاول فيلم. قبل ما اخلص، خلاص هيك خلصنا احنا اليوم. قبل ما اخلص بدي جد اشكر كمان مرة 236 شخص اللي حضروا الفيديو، او 236 فيو، مش مهم 236 شخص او لا، و 22 سبسكرايبر. وبدي اشكر كمان شكر خاص لكبس بودكاست لكل الدعم اللي ساعدوني فيه من اول ما بديت، من بداية شهر 12 بداية الفكرة هاي. بدي جد شكر خاص لهم. طبعا انا بترك اللينك تبعهم موجود دايما عندي على باخر صفحة على الكاردز، بتقدروا باخر الفيديو بعتذر على الكاردز بتقدروا تشوفوهم. They are amazing people. سليمان ولؤي، thank you for supporting me من اول ما بلشت. و for you viewers, thank you for watching. Have a great day. See you next week.